الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتكلم كلمة وجيزة عن مسألة مهمة لا سيما في هذه الدروس، مسألة الصبر على طلب العلم. الصبر على طلب العلم، لما كان العلم أيها الإخوة من أعلى المنازل وأشرف المراتب وكان ميراث الأنبياء، لا بد أن يكون فيه جزء من التضحية، لا بد أن يكون فيه جزء من البذل، لا بد أن يكون فيه جزء من الصعوبة، كيف لا وهو طريق الجنة. وبصورة عامة أي طريق إلى الجنة لا بد أن يكون فيه صعوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويحيى بن أبي كثير كما عند مسلم في صحيحه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. لم يمكن للعلماء، لم يمكن للأئمة إلا بالتعب والجهد والصبر في الطلب، في القراءة، في العلم وغير ذلك. كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما يرحل الواحد منهم شهرا كاملا لأجل حديث واحد، يرحل إلى الشام، يرحل إلى مصر لأجل حديث واحد. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما رآه أصحابه وهو يحمل المحبرة، وقد كان الإمام من أئمة المسلمين ويحفظ ألف ألف حديث، فسألوه متعجبين: إلى متى يطلب المرء العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، يعني حطلب العلم إلى أن أدخل القبر. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحل إلى اليمن، ولما عاد كما يقول ابن رافع وغيره: رجلاه قد تشققت. لا، قال: ربما لأرحل في حديث آخر. ثم بعد ذلك يقول ابن رافع: وبلغني أنه رحل إلى حمص. الإمام أحمد يقول: لو معي 30 درهما لرحلت إلى جرير بن عبد الحميد في الري. يعني الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه باع خشب بيتي، سقف البيت، لأجل طلب العلم. لا يستطاع العلم براحة الجسد، كل وقتك، كل صيف شتاء، قائم جالس، كل ذلك لابد أن يقضى في العلم. كانوا يعني لا يضيعون دقيقة من أعمالهم في غير فائدة أو طلب العلم أو غير طاعة أو عبادة. إذا مل من الطلب، وأعجب من رجل يمل من طلب العلم، يعني هذا أمر يستبعد أن يمل المرء من طلب العلم، هذا سبيل إلى الجنة. كيف يعني يمل المرء في وهو يمشي في طريق من طرق الجنة؟ الله سبحانه وتعالى، المكارم أيها الإخوة قد حفت بالمكاره، المكارم منوطة بالمكاره. قد يعني المرء منا إذا أراد أن يتزوج امرأة حسناء يبذل لها الغالي والنفيس، كيف بطلب العلم؟ كيف بسلعة الله، بسلعة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا المجلس ربما أجد بعض الإخوة قد يتململ من طول الوقت، وكان يجلس الواحد منهم ربما يذهب إلى المجلس من السحر حتى يجد موضعا في المجلس ويعود بعد الغداء، ويعود بعد الغداء. سبحان الله، لم يمكن الله ويعلي شأنهم إلا بالجهد والإخلاص في الطلب، فأخلصوا في الطلب وجدوا في الطلب. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم هذه الأمة، فإن موت العلماء قد كثر، وكما يقول شيخنا لا يوجد يعني صف وراء صف بديل، لا يوجد حراس حدود، الحراس قد قلوا، الراسخون قد قلوا. فعسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. حط في ذهنك أنك أم أنت مشروع عالم، أوقف نفسك للدين، أوقف نفسك في طلب العلم، أوقف نفسك للدعوة، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. ابن حزم طلب العلم
كبيرا وغير العلماء، كثير من العلماء قد طلبوا العلم في سن وهم كبار في السن. يعني البعض يقول أنا كبرت وممكن ما أقدرش أحفظ. النفس تروض كالطفل، فروضنا على طلب العلم، روض على كثرة القراءة، روض على العبادة، لأن العبادة تجعلك راسخا في ظل المحن، فإن طلب العلم فيه محن كثيرة، وقد يبتلى المرء كثيرا في طلب العلم. لو لم يوجد هناك عبادة، لم يوجد هناك تزكية للنفس، قد تحدث الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يثبتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يعلي قدره في الدارين، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، هيا جم شعري فضيلة الأستاذ أحمد في كلمات يسيرة طيبة، وأنا كنت أريد أستمع لكلمات فضيلة الشيخ محمد حجر وفضيلة الشيخ الأستاذ أيضا أبو عمر، حتى أنا أستفيد، أنا أصالة بستفيد وبتعلم كثيرا من إخواني. هو هاجم شعري لأمرين عظيمين. الأمر الأول وهو كلام يحيى بن كثير في صحيح مسلم: لا ينال العلم براحة الجسد، مواصلة الليل والنهار. وأنا قلت ليس الأمر على يعني ساعات الطلب، الأمر على الإخلاص في ساعات الطلب. وأيضا مسألة استصغار النفس أو استعظام الأمر، المسألة دائرة على القدر. حسن الظن بالله جل في علاه، بأنك لو صدقت الله سيصدقك الله جل في علاه، المسألة عطاء تام من الله جل في علاه، متوقف على صحة الهدف والإخلاص في السعي. صحة الهدف والإخلاص في السعي، هذه يفعل الله لك ما لم يفعل لغير، لا يفعل ما لم يفعله لغيرك بحال من الأحوال، ويفتح عليك ما لم يفتح لغيرك. الإمام مالك لما سألوه عن الموطأ يعني قال: أنت ترى، ألا ترى موطأت غيرك ابن جريج وغير ابن جريج؟ قال: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. وتعلمون أنك لو نظرت إلى مالك أو إلى الثوري في الفارق في المفارقات، مالك ليس كثير الحديث، الثوري بحر في الرواية، ومع ذلك الجميع يقدم مالك على الثوري، مع أن الثوري أمير المؤمنين في الحديث. المسألة ما بينك وبين الله جل في علاه، والهدف الذي يتراءى ويتلألأ لك في السماء. ابن حزم طلب العلم بعد 26 سنة. ابن حزم هذا مشكلة كبيرة، يعني صاحبنا الفاضل الإمام العالم، يعني أنت فتحت لنا نارا معينة. ابن حزم مشكلة كبيرة. كيف بقى مشكلة كبيرة؟ أول حاجة طبعا الشوكاني، والشوكاني تمام مشكلة أيضا، والأخ اتصل بي وقال لي إن ابن القيم مشكلة أبر. الشوكاني كان يقول: عز الزمان يأتي بمثلهم، بابنين، ابن حزم وابن تيمين. ابن حزم كان روعة بيان، يعني ابن حزم 26 سنة أراد الله جل في علاه أن يتعلم أنه استجهل في مسألتين، في كل مسألة يعاتب فيها. دخل بعد العصر يصلي، قال: أجاهل أنت أما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر؟ فسكت. دخل بعدها في يوم آخر، ولكن كان في الظهر أعتقد، بعد الظهر جلس من غير ما يصلي، قال: أجاهل أنت، واحد تاني قاله: أجاهل أنت أما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين؟ قال: تبا للجهل. سنوات قليلة ثم صار على العلماء. كتاب المحلى من أروع ما يكون، من أروع ما يكون، طبعا محدش يستطيعه، لأن كتاب المحلى أيضا كتاب سنة، كتاب ركن سنة في هذا الباب. لكن أنا ما أنصح بأحد أنه يبتدئ به بحال من الأحوال، لازم يأخذ درجات معينة في فقه مذهب، بعد ذلك ينطلق إليه، سيكون من أتقن الناس، من أتقن الناس. مشكلة ابن حزم كل المذهبية يبغضون شيء اسمه ابن حزم، يكرهونه، لأنه عظم السنة واشتد على المذهبية شدة ما أعلم بها إلا الله. وذلك أنا قلت أن أنا وجب علي الآن أن أنا أأتي بيوم كامل اسمه الانحرافات التعليمية، طريقة التعليم
التي حادت لتظلم طريق السنة وتشرق على طريق الأئمة. طريق الأئمة، الأئمة لهم الإجلال عندنا والتعظيم، لكن لا يمكن أن أضع الإمام أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم فعل ذلك، الشوكاني فعل ذلك، ولهم أخطاء. يعني أنا عندي أتحمل أخطاء ابن حزم والشوكاني والصديق حسن خان وابن القيم ابن تيمية إن كان في أخطاء عنهم، ولا أتحمل القنابل الموقوتة اللي في تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يزعمون بالمذهبية. لا، المذهبية طبعا مش أي مذهبية، يعني خدنا في مذهبية حقة والمذهبية الباطلة التي فيها ما فيها. فنحن أصلا أنا ممكن أن نتحمل جدا أخطاء ابن حزم أنه يعظم سنة. عند تأتي أخ لنا مات رحمة الله عليه وندعو له، دايرين على كل مسجد اليوم الفلاني للميت الفلاني، فاهم حضرتك، تأبين، شغالين تأبين. وبعدين أخ بكلمه يقول لي أنا مش شايف فيها حاجة. قلت له طيب خلاص أنا هسكت، أنتوا بتفعلوا ذلك تعبدا؟ قال لي نعم. قلت له طيب الأصل في التعبد إيه؟ طب هاتولنا دليل. بس بعدين دليل واحد بس، انت ايه اللي بتعملوه؟ انت عم بتدع في دين الله ده اللي في علاء، وبتدع في دين الله طبعا ده التكرار كده. انا قلت لكم اخ قال لي يا شيخنا بس انت بتشد علي ليه، انا ما مضربش اجباد الابل وارحل لقبر الولي. رجل له في دين الله بقى. طبعا هذه طبعا اول خطوه يخطوها دي معناها ايه؟ الذريعه الى الغلو، وانما اهلك ما كان قبلنا الغلو. عامه ابن حزم كان كبير السن 26 سنة، كبير السن، طلب العلم سنوات قليلة صار على الأئمة، بقى بيخالف الأئمة والأوتارة، حتى الردود على الحنفية في القياس يا الله، معناه هو نفسه قاس 21 مسألة. وده بينها إن شاء الله يمكن تكون من الملح العلم، أو بينها المسائل التي قاس فيها ابن حزم وهو يحارب القياس وضعف مذهبه بسبب محاربة القياس. دي مأخذ عليه القوي، هو طبعا معتزل الفكر. يعني شوف هو يعني شد على الناس ليأخذوا بالأثار، وجي في العقيدة خرب الدنيا بقى يأول ويرد. فسبحان الله التوفيق من الله. الكبير الآخر كما أشار إلينا أخونا الفاضل، الكبير الآخر عز بن عبد السلام. عز بن عبد السلام اللي ما كان وهما طلب علم 58 سنة وصار سلطان العلماء، فلا يحقرن أحد من نفسه من شيء.